الو، معك مريم دلال. صباح الخير. عندي غير واحد السؤال عافاك. الى شي نهار درت شي حادثه، يمكن نعرف شحال بالضبط هيعوضني التامين ديالي؟ هي انا كنتسنى. ما تسناوش حتى يفوت الفوت باش تعرفوا اساس التعويض. اكسا كتبتكر مقاييس بدون مفاجآت اللي كتعطيكم مسبقا الاساس اللي عليه كتعوضوا. اكسا، رؤيه جديده للتامين والتوفير. أسعد الله وأوقاتكم بكل خير مشاهدين الأفاضل، وأهلا بكم ضمن النشرة الاقتصادية. قال عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة إن ودائع الجالية المغربية المقيمة بالخارج بالبنوك المغربية تقدر بحوالي 130 مليار درهم، أي 21 من مجموع الودائع الوطنية البنكية. أعلن بنك المغرب أن الكتلة النقدية سجلت ارتفاعاً بنسبة 2.6% في يونيو الماضي لتصل إلى 1.6 مليار درهم، نتيجة على الخصوص للوتيرة المتسارعة للقروض البنكية بنسبة 3.3%. وأضاف بنك المغرب في تقريره الإحصائي الدوري لشهر يونيو أن تسهيلات للخزينة وقروض التجهيز سجلت ارتفاعاً على التوالي ب 6.6% و 2.6% بعدما سجلت انخفاضاً 0.4% في شهر مايو الماضي، في حين استقرت وتيرة نمو القروض العقارية في 0.5% وقروض الاستهلاك في 0.6%. صدق صندوق دعم التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للبنك الدولي على منح المغرب منحتين بقيمة 11 مليون دولار أمريكي، وذلك قصد تشجيع المشاريع الصغرى للشباب وإيجاد فرص شغل لهم ومساندة مشاريع الأعمال الحرة بالبلد. وأشار بيان للبنك الدولي أن المشروع يركز على الشباب العاطل عن العمل وحاصل على مستوى التعليم الثانوي أو الأقل من ذلك بتأطيرهم وإرشادهم قصد التمكن من عدد مشاريع أعمال مستدامة ومربحة. اللحظة ننتقل مشاهدين إلى مستجدات بورصة الدار البيضاء ونستهلها بالمؤشرات المحلية. بورصة الدار البيضاء وهي سوق المال الوحيد في المغرب وتعد الأولى مغاربيا والثالثة على المستوى العربي من حيث القيمة السوقية، أغلقت جلسة الأربعاء على وقع الانخفاض، وذلك بالنسبة للمؤشرين الرئيسيين ماديكس ومازي. مؤشر ماديكس وهو مؤشر يقيس حالة السوق على سبيل المثال الأبناك والعقار أغلق جلسة اليوم على نقص 0.06% بمجموع 1963.68 نقطة. ومؤشر مازي وهو مؤشر يشمل كل الشركات المدرجة بالبورصة أنهج جلسته بنقص 0.03% أي 8577.95 نقطة. بالنسبة لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة في أقوى الارتفاعات، نجد سامزيليجا حل أولا بتسجيله زيادة نسبته 5.25% لارتفع سعر سامي إلى 377 درهم. في المركز الثاني حل سامينياخ بغاسغي دو ماروك والذي تحسن بما نسبته 3.76% لانتعش سعر سامي ب 2400 درهم. وفي المقابل تصدر سامينيكسونس ماروك قائمة أقوى الانخفاضات بخسائر بلغت نسبتها ناقص 5.54% ليتراجع سعر سامي إلى 127 درهم. في المركز الثاني حل سامجيت ألوماروك بانخفاض نسبته ناقص 4.97% ليتراجع سعر سامي إلى 162 درهم. ونختم مشاهدينا النشرة بصرف أهم العملات الأجنبية بالدرهم. الأورو ثمن الشراء 10.59 وثمن البيع 11.04. الدولار الأمريكي ثمن الشراء 7.99 وثمن البيع 8.32. الدرهم الإماراتي ثمن الشراء 1.17 وثمن البيع 1.26. الريال السعودي ثمن الشراء 1.13 وثمن البيع 1.22. وبهذا نكون وصلنا معكم مشاهدينا لنهاية موعدنا الاقتصادي، نشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله. الو، معك مريم دلال. صباح الخير. عندي غير واحد السؤال عافاك، الى شي نهار درت شي حادثة، يمكن نعرف شحال بالضبط هيعوضني التأمين ديالي؟ هي انا كنتسنى. ما تسناوش حتى يفوت الفوت باش تعرفوا اساس التعويض. اكسا كتبتكر مقاييس بدون مفاجآت اللي كتعطيكم مسبقا الاساس اللي عليه كتعوضوا. اكسا، رؤية جديدة للتأمين والتوفير.